السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في بدايتكم الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. اليوم ظهر معنا تحدي جديد من تحديات اهداف الموسم الاضافيه. تحدي واحد، ما يدري اللي سووا الحركه هذه، بس مو مشكله، كل اللي علينا ان احنا نسوي التحدي. التحدي يتكون من مرحلتين. المرحله الاولى يقول لك تلقى هدفك التالي في الملاذ او اي قاعده تخص السبعه. الملاذ هي معروفه، هذه هي، يعني اذا انت هبطت هنا او هبطت هنا هتكون فعلت المرحله الاولى. الحين اوريكم كيف. شوف، مجرد ان نهبط هنا هتتفعل معانا المرحله، يعني انت مختار بين موقعين. شوف الحين، طيب كده تفعلت معانا المرحله الاولى. طيب مجرد اننا احنا فعلنا المرحله الاولى ننتقل للمرحله الثانيه. يقول لك دمر واجمع اجزاء التلسكوب في مواجهه واحده. ايش في مواجهه واحده؟ يعني لازم تجمع الثلاثه في مواجهه واحده، يعني ما تقدر تسويها في جيمين. تمام، اول ما تحط على التحدي يبين لك مواقع كثيره، فهم طالبين منك ثلاثه. تمام، طيب اول موقع هيكون هنا وسط المبنى هذا، هيلاحظوا معايا عشان هو في الخريطه مو مبين معاكم. هتيجي هنا في نفس المكان اللي نزلت، شوف شايفين العلامه البيضه دي، كل اللي عليك انك تدخل هنا هتحصله، هذا شايفينه، هذا هو. طيب ايش اللي تسويه؟ تكسره وبعدين تجمعه. طيب استوى معانا اول واحد. طيب الموقع الثاني حيكون قريب منه، هو هنا، لاحظوا معايا عشان ايش؟ قريب من الموقع الاول، وحاولوا تيجوا فيه احسن عشان ايش؟ تخلصوا منه سريع سريع. هذا الموقع الثاني جنب الجزيرة الاولى، هذا هو، تكسره وتجمعه. طيب باقي لنا الثالث والاخير. طيب الموقع الثالث والاخير حيكون هنا، مو ضروري تيجي المناطق اللي انا حددتها، تقدر تروح مناطق ثانيه. يعني انت اول ما تحط على التحدي يبين لك مواقع كثيره، فانت حر، بس الاهم شيء انك تسويها في جيم واحد. شوف هنا عند المبنى هذا الكبير، عارفينه، تيجي هنا تكسره وبعدين تجمعه. كده خلصنا من التحدي. اي واحد يشغل اللعبه حيلاقي التحدي هذا عنده، فتقدر تسويه تاخذ 25000 اكس بي. هذا التحدي هم سووه لانه في تحديات بعد كده، فهم مسوينها كمكمل لبعض التحديات. عرفتوا كيف؟ كده وصلنا لنهايه مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل مقطع اخر. وفي امان الله.